أهلا مشاهدينا الكرام في حوارنا الأخير في فقرتنا اليوم في هذا الصباح. طبعا تقاس حضارة الأمم بمدى الخدمات التي تقدمها للفئات المختلفة، الفئات يعني اللي بيكون عندها مشاكل في هذه الأمم. دائما ما يطلق عليهم ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، هناك طبعا ساعات بيبقى فرق بين الاثنين، بس المجالات هذا المجال وصل في الخارج في الدول المتقدمة إلى مجالات واسعة جدا. وصل الخدمات اللي بتقدم ليهم في كل مكان، إن هو يكون مواطن زيه زي المواطن العادي، ليه واجبات وعليه حقوق، إن بنقدم له كل المساعدات اللي بتساعده في سواء في الشارع، سواء في المراكز التجارية، سواء في حياته العامة، سواء في شغله. ده موضوع مهم جدا، ان احنا ما زلنا متاخرين جدا في مصر. ابسط دليل على كده ان احنا لو انا جينا اتكلمنا على تابعنا البارالمبيه، الاولمبيات ذوي الاحتياجات الخاصه اللي شرفونا وشرفوا مصر وجابوا ميداليات كبيره جدا في هذه الدوره، وشفنا الاصحاء في الدوره الاولمبيه اللي قبليهم المصريين اللي ما قدروش يحصلوا على ميداليات الا قليله 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 جدا، ومع ذلك ما زال هذه الفئه ربما تكون مهمشه او ربما يكون ليها الكثير من الحقوق اللي لسه ما وصلتلهاش. النهارده احنا بنحتفل بيوم المعاق، لازم نتكلم عن حقوق هذه الفئه، لازم نتكلم عن كيف تفعيل دورهم في الوطن ليكون مواطن زيه زي اي حد. خلوني ارحب الاول بالاستاذ سيد
فهمي او المعروف سامح فهمي. اهلا بيك يا فندم. تمام، رئيس جمعيه مشوار التحدي، اهلا بحضرتك يا استاذ. نائب رئيس جمعيه مشوار التحدي. نائب رئيس جمعيه مشوار التحدي. اهلا بحضرتك. استاذ سامح، لو احنا اتكلمنا، انا ما اعرفش يعني ممكن تكون المقدمه عجبتك او ما عجبتكش. لا جدا الحقيقه طبعا بشكر حضرتك جدا على المقدمه الجميله دي، وفعلا احنا اليومين دول بصدد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقه. تمام. طبعا اللي اقرته عشان هو يوم عالمي مش يوم عربي او يوم مصري. طبعا يونسكو او اللي اقرته الامم المتحده. الامم المتحده. زي ما حضرتك ما قلت، يمكن اشدت بالابطال الموجودين مننا. انا بس عايز افرق بين كلمه ذوي الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه. وذوي الاحتياجات الخاصه ويمكن تم الاشاره ليها في برامج كتير، وان ذوي الاعاقه هم جزء من يعني مجموعه جزئيه صغيره من ذوي القدرات الخاصه. وطبعا برضو لو رجعنا هنلاقي ان مسمى ذوي الاعاقه هو المسمى الاقرب للصحيح حاليا طبقا للاتفاقيه الدوليه للاشخاص ذوي الاعاقه اللي وقعت عليها مصر سنه 2008. تمام. فطبعا يعني بشكركم جدا على تفكيركم في اليوم العالمي لذوي الاعاقه والاشاده بيهم. وطبعا في حقوق زي ما حضرتك ما قلت واشرت، اكيد في حقوق كتيره، واكيد الدنيا بتتغير يعني. يمكن صحيح. احنا بنبص حوالينا بلا العالم اكيد بيتغير، وبالتالي مصر هي جزء من العالم كله، فبالتالي فيها تغيير كمان. المنظومه الحقوقيه للاشخاص ذوي الاعاقه او الفئات المهمشه في المجتمع اكيد بيبقى لها تغيير. وطبعا برضو لو بصينا هنلاقي فيه اكيد اي حاجه في الدنيا ليها جوانب سلبيه او ايجابيه. اكيد طبعا ما ننكرش ان في ايجابيات وان في حاجات كتيره بتحصل في مجتمع ذوي الاعاقه المصري، ولكن هناك الكثير من السلبيات. مش عايزين نبص بمنظور التشاؤم او النظره التشاؤميه، ولكن بنقول كل سنه بتعدي من سنه تانية لينا حقوق ولينا واجبات زي ما حضرتك ما قلت على الوطن لازم ان احنا نأديها، ولكن طبعا في الاخر لينا حقوق. ويمكن دستور 2014 والدستور المصري، والحمد لله كنت من المشاركين في الحوار المجتمعي، طرح الحوار المجتمعي له. والحقيقه لو بصيت للدستور المصري 2014 هتلاقيه من احسن الدساتير اللي مرت بمصر بالنسبه لذوي الاعاقه. عندنا ماده اساسيه ولا ماده 81 اللي ذكرت التزام الدوله بحقوق ذوي الاعاقه في جميع المجالات. تمام. بالاضافه لثمان مواد اخرى معاونه. لكن الحقيقه الدستور لو بصيت له ممتاز، وخرج بكيفيه جميله جدا بتعترف بدوله. الدستور بيبقى اطار عام ومحتاج بالزبط لقوانين تفعيل بقى هذه الاطر العامه. بالظبط كده، احنا بصدد القوانين دي. ويمكن من فتره قريبه ما تتعداش شهر كان في طرح لحوار مجتمع اخر داخل مجلس النواب لمناقشه قانون ذوي الاعاقه. تمام. ويمكن برضو بالصدفه ان احنا بنتكلم عنه حضرتك بتقول الحقوق، يمكن القانون ولسه ما اعتمدش او ما دخلش اللجنه العامه لمجلس النواب، لكن بنامل ان التوصيات اللي اديتها الجمعيات والشخصيات العامه اللي موجوده في ذوي الاعاقه والناشطين انها تقبل او يراعى الاحداث اللي تمت او المواد المطالب المطالب اللي موجوده داخل القانون عشان تفعل. لاني في الاخر انا مش عايز قانون، يمكن مشكلتنا مش القوانين، احنا عندنا كم قوانين كتير. أيوة. ولكن تنفيذ القوانين ومتابعتها وده اللي يهمني كشخص كمواطن. طيب. مصري قبل ما اكون شخص من ذوي الاعاقه. يعني يمكن شفنا في تطور شويه في مصر يعني، حتى وسائل المواصلات العامه بقى فيها اماكن لذوي الاعاقه، الارصفه وان كانت يعني عشان نبقى وسائل المواصلات يعني هي تجربه بس تجربه ما بقتش يعني ما زالت قليله بالنسبه. ما اقصدش اقول انها يعني ما اقدرش اقول انها تجربه ناجحه، لان قبل المواصلات ما انا عايز امهد الطرق الاول. صحيح. يعني في حاجه برضو موجوده في الاتفاقيه الدوليه وهي امكانيه الوصول. ايوه. امكانيه الوصول يعني انا مش كذوي اعاقه حركيه فقط، ولكن انا بتكلم عن اخواتي من ذوي الاعاقه البصريه ايضا. طبعا. من ذوي الاعاقه السمعيه برضو ليهم حقوق، ويمكن حاجات بسيطه يعني الاعاقه السمعيه لحد النهارده. انا بتساءل ليه لحد النهارده اخواتنا في وزاره الداخليه والمرور بالتحديد ليه ما فعلناش الاشاره الضوئيه؟ يعني انا اسف الاشاره الصوتيه لاخواتنا من الاعاقه البصريه. يعني ليه لحد النهارده ما فيش الاشاره الصوتيه؟ انا مش هتكلفنا كتير. هو اصلا يعني النهارده بنعمل كاميرات اصلا يعني انت شايفها شغاله. ما يعني خلينا نتكلم بجد يعني. بس اكيد هتوفر. يعني المفروض ان انا النهارده كمواطن من ذوي الاعاقه انا انزل من بيتي اروح شغلي اروح مدرستي اروح جامعتي اروح لاي مكان انا عايزه
يعني ممكن ان انا استخدم الموضوع ده لوحدي. أيوة. ما يبقاش فيه مساعد زي بره بنشوف الـ يعني سواء كان عنده اعاقه حركيه او سمعيه او بصريه كل السبل مكفله لان هو يبقى ماشي مستريح يبقى ماشي في امان يقدر يوصل. مفيش مساعد بيساعده بيعيش حياته لوحده ولكن بيعيش حياه طبيعيه محتاجين البني ادم العادي محتاجين الاتاحه وهو كود الاتاحه يسمى بكود الاتاحه سواء الحركيه او السمعيه او البصريه. تمام. طيب لو جينا نتكلم عن التكلفه دايما الموضوع احنا هنقول احنا دوله ناميه وعندنا مشاكل اقتصاديه مشاكل كتير طبعا وغيره بالذات ان التكنولوجيات والحاجات دي يعني كتير مثلا الكراسي المتحركه ما عادتش موجوده او بقت غاليه جدا على ناس فقراء ان هم يقدر اذا كان عنده اعاقه او حصل له لا قدر الله حادث او عامل فقد ايده او فقد رجله عشان نديله الاجهزه التعويضيه غاليه جدا. ازاي نساعد في ايجاد منظومه ماليه منظومه اقتصاديه طبعا. نقدر نساعد بيها جزء من المواطنين اللي هم ليهم حق زي المواطن العادي في مصر. حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا وهي الاجهزه التعويضيه. جهاز التعويض النهارده هو العامل الاساسي في مساعده ذوي او ذات الاعاقه انه يكمل حياته. على سبيل المثال زي ما حضرتك ما ذكرت الكرسي المتحرك او الاطراف الصناعيه او اجهزه الشلل او البتر. برضه لاخواتنا من الصم عندنا السماعات بالظبط كده. الموضوع ده فيه حاجتين مهمين. الحاجه الاولى وهي الامكانيات زي ما حضرتك ما قلت. ويمكن احنا في ظل ازمه اقتصاديه كبيره جدا يعني مؤامرات داخليه وخارجيه بتحاك على بلدنا وان شاء الله نخرج منها ان شاء الله. ولكن الموضوع اقتصاديا محتاج كتير. في ظل ده يمكن بيعاب على حاليا يمكن حضرتك بتتابع القانون او القانون الجمعيات الاهليه وده طبعا قلص كتير من دور الجمعيات. احنا بنقول ان الجمعيات بتمشي جنبا الى جنب مع الدوله لبناء المجتمع. صحيح. ففي ظل ده الجمعيات البدنيه النهارده كانت بتشيل جزء كبير من ده وبتعمل حاجات كتير بتحاول تساعد على قد ما تقدر. يمكن في جمعيات كتير طبعا انا مش بقول ان القانون جه على جمعيات او جه على ناس بالتحديد ولكن انا شايف ان رؤيه الدوله الدوله ليها الرؤيه العامه طبعا ولكن مش كل الجمعيات نقدر نقول عليهم ان فيهم ارهاب او مش كل الجمعيات بتاخد تمويلات من الخارج عشان تستخدمها في افراد غير شريفه. في جمعيات كتير بتقوم بالجهود الذاتيه وبتحاول انها تعمل ده. مش عايز اقول جمعياتنا بالتحديد ولكن في جمعيات كتير نعرفها بتقوم بالدور ده بتعمل جلسات علاج طبيعي بالمجان. النهارده جلسه العلاج الطبيعي بقى ثمنها قد ايه؟ طبعا. بتعمل جلسات تخاطب لاولادنا من الاعاقات الذهنيه بتعمل تكافل اجتماعي. حاجه الاطفال الصغيرين اللي عندهم مشاكل في السمع وزرع القوقعه زرع القوقعه النهارده بيتكلف فوق 160 الف جنيه طيب. للقوقعه الواحده القوقعة ولكن مش هنقول ان انا هعمل ده ولكن هعمل الحاجات البسيطه. فياريت ان طب وليه ما نعملش ده؟ منظمات المجتمع المدني هي النهارده الذراع اللي بيساعد الدوله ايد بايد مع الدوله. صحيح. يا ريت ما كناش ابدا نامل ان يحصل التقليص في اداء الجمعيات الاهليه بهذا الشكل. النقطه الثانيه طبعا دي نقطه ثانيه على جانب حوارنا الاساسي اللي هو فكره ان ازاي انا ادي فرصه للمساعدات ان ما تبقاش كل حاجه على الدوله. هي نفس الفكره دي ما هو ده اللي اقصده. هي دي الجمعيات هو ده الأهلية. خدمه المجتمع المدني. أيوة. النهارده زي ما قلنا الدوله مش هتقدر تعمل كل حاجه. صحيح. لابد من عناصر تانية ومؤسسات اخرى تبتدي تشيل عشان تحقق اللي حضرتك بتقوله. احنا بنتكلم في 15 مليون مواطن من ذوي الاعاقه داخل جمهوريه مصر العربيه. ده رقم رسمي كبير. ولا غير رسمي؟ الرقم ده برضو طبقا لمنظمه الصحه العالميه. لان للاسف يعني ممكن يزيد عن كده؟ ممكن يزيد وممكن يقل. لان للاسف لحد النهارده وده بيعاب على ما عندناش قاعده بيانات تقدر تقول لي العدد قد ايه بالظبط. طيب النقطه الثانيه بس اللي عايز اذكرها وهي الرقابه. يعني في عندي اجهزه تعويضيه موجوده في مصنعين ليها وفي ناس كتيرة قوي بتدفع وبتنفق عشان خاطر ترسم بسمة على وجه حد من ذوي الإعاقة أو بيعمل ولكن خير ولكن فين الرقابة على هذا الجهاز؟ فين المواصفات القياسية أيوة. اللي أقدر أستخدم بيها جهاز تعويضي يساعد ذا أو ذات الإعاقة مش يألمه مش يؤدي لمشاكل أخرى. صحيح. ما يبقاش عبء عليه زي ما قلنا النهاردة زي ما حضرتك بتقول العالم والعالم بره بيتعامل إزاي مع الإعاقة
ومع المنظومة العامة بتاعتها. النهاردة لو شفنا الجهاز التعويضي خفيف قد إيه عشان يقدر ذوي الإعاقة يستعمله ويساعده. أبحاث وصناعات وصناعات إزاي قد إيه من مواد ما تعملش هيرتنج أو ما تعملش جروح أو ألام لذوي الإعاقة. النهاردة لا فيه لو بحثنا عايزين رقابة قوية طبعا. على صناعة الأجهزة التعويضية. طيب استسمح عشان احنا للأسف الوقت دايما بيدهمنا في المواضيع المهمة بفضل. خلينا طلبات 1 2 3 نقدمها للحكومة، نقدمها للجهات المسؤولة في احتفال الأمم والعالم بيوم المعاق. هقول لحضرتك حاجة، لو النهاردة جبنا جمعنا ال 15 مليون اللي اتكلمنا فيهم سواء كتروا أو قلوا في جمهورية مصر العربية، محتاجين يمكن 3 حاجات. الحاجة الأولى وهي تفعيل مواد الدستور داخل قانون الإعاقة اللي بيناقش حاليا. تمام. وأرجو أنه يخرج بالصورة المرضية اللي ترضي الجميع، وأن التوصيات من لرئيس اللجنة المستشار القصبي ياريت يكون سمعني. التوصيات اللي تمت على القانون الإعاقة ياريت تؤخذ في الاعتبار قبل خروج القانون. دي نقطة مهمة. ودي نقطة خاصة فيها مادة مهمة جدا، وهي المادة 214 اللي بتوصي باستقلالية المجلس القومي لشؤون الإعاقة. وانه يبقى سيد قراره ما يبقاش تحت عباءة وزارة التضامن. تمام. ودي نقطة التانية. مهمة. النقطة التانية ودي برضو من النقط المهمة، تفعيل اتفاقيات دولية الموقع عليها مصر سنة 2008. أكيد. دي عندي أهم من الدستور، لأن فيها يعني بنود كتيرة جدا ما يقرب من 50 بند لو اتحققوا فعلا أنا مش هلاقي ولا حد من ذوي الإعاقة محتاج لأي شيء لو اتفعلوا. لأن دي نمرة 3 وغيره. بالضبط. لا دي 134 دولة. تمام. الحاجة الثالثة والأساسية، ربنا أكرمنا الحمد لله إن في 9 مننا من ذوي الإعاقة دخل البرلمان. أنا بناشد جميع، مش 9 بس، بناشد اللي ما يقرب من 600 مواطن مصري شريف داخل البرلمان إنهم يبقوا ظهير وفي ظهر ذوي الإعاقة، وبالذات 9 بتوعنا اللي مننا اللي حاسين بألمنا ومشاكلنا إنهم يفعلوا دورهم ويفعلوا دورهم بما يرضي الله بمعنى أصح، عشان يساعدوا اخواتهم من ذوي الاعاقه للنهوض بمجتمع الاعاقه كامل. تمام. استاذ سامح سيد فهمي رئيس جمعيه مشوار التحدي، انا بشكر حضرتك على وجودك معانا، واتمنى تكون الرسائل وصلت النهارده. اتمنى اكون ضيف خفيف معاكم. لا حضرتك كل سنه وانتم طيبين وكل طيب. ذوي الاعاقه طيبين. وعيد يوم عالمي للمعاق سعيد على كل. أشكرك. ونتمنى ان يعني يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني يوم المعاق ده مواطن زيه زيي وزي وزي اي حد، لازم يبقى له دور ولازم نساعده على هذا الدور. استاذ سامح انا بشكرك على وجودك. انا شاكر جدا لفندي. مشاهدينا الكرام، باحتفالنا بيوم المعاق، اليوم العالمي للمعاق، انهينا هذا اليوم وهذا الصباح طبعا بدايه من الساعه 10 بدايه للعمل الجاد والتغطيات المستمره لاخبارنا حول العالم. دائما تابعونا على النيل الاخبار. هذا الصباح معكم من 7 حتى قبل 10 بقليل. إلى اللقاء.